وانقسم الشركاء الحكم في السودان. المنضوون تحت مظلة الحرية والتغيير، كانت عندهم داروا مظلة، داروا تنظيم شامل سموه الحرية والتغيير، انقسموا إلى من؟ إلى مجموعة الميثاق الوطني التي تطالب بحل حكومة حمدوك، تطالب بحل الحكومة المدنية الحالية اللي راهي شريكة للعسكر، وتحملها مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، وتدعو الجيش لاستلام زمام المبادرة، أي أن المدنيون الشركاء اللي كانوا مشتركين في الإطاحة بالبشير انقسموا الآن، وأصبح جزء منهم في خصومة مع العسكر وهو الجزء المسيطر على الحكومة أساسا، والجزء الآخر اللي هو وضعه أقل في الحكومة أصبح يتحالف مع العسكر. هذه هي واحدة من الكوارث التي تحدث حينما لا يفهم المدنيون اللي يكونوا في خصومة مع نظام استبدادي، خاصة إذا كان هذا النظام استبدادي عسكري أو حتى بوليسي مثل بن علي، أو عسكري مثل السوداني أو الجزائري والليبي وغيره، عندما يطيحون بالطاغية، عندما يطيحون بالمستبد، بدل من أن يفكروا في مرحلة انتقالية تكون شاملة للمدنيين ولا تقصي إلا بعض الرؤوس المدنية والرؤوس العسكرية، تقصيها بمعنى أنها تمنع عنها العمل السياسي، وفي حالات معينة تحاكمها نتيجة لجرائمها سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. بدل من أن يقوموا بذلك، أحيانا يحدث أن جهة مدنية تقصي جهة مدنية أخرى. في الوضع السوداني اليساريين والليبراليين عموما والعلمانيين عموما أقصوا الإسلاميين، حتى اللي ما كانوش مع البشير، اللي كانوا مع البشير من حقهم يقصوهم، لكن اللي ما كانوش مع البشير لماذا أقصوهم؟ لخصومات إيديولوجية، خصومات سياسية، ما فهموش أن هؤلاء يقدر يشكلوا لهم خطر حقيقي في المستقبل، لأنهم يشعروا بماذا؟ بالإقصاء، بالإلغاء، نيجاسي. وهذا اللي حدث. مش هذا فقط، زادوا هما المجموعة المدنية اللي متقاسمة الحكم على العسكر انقسمت فيما بيناتهم، بمعنى العسكر دخلوا بيناتهم وداروا مشاكل بيناتهم، نميمة، صراعات، خصومات، بدل من أن يفكروا تفكير استراتيجي من أننا نحن مدنيون مهما كانت خصوماتنا لازم أن تبقى في إطار معقول ومفهوم وصحيح. خصومتنا هو حكم العسكر، السودان حكمها دائما العسكر، دائما مثل الجزائر منذ الاستقلال، منذ استقلال السودان وهي تحكم عسكريا بشكل أو بآخر، لكن دائما عسكريا، سواء يجي بانقلاب ما يجيش بانقلاب، يجي بتوريث عسكري بيناتهم إلى آخره، لكن كان دائما حكما عسكريا. أنا جبت هذا المثال اليوم باش ونحن نخوض هذه المعركة، معركة الدولة المدنية، نستفيد من أخطاء الآخرين، خاصة هؤلاء إذا كانوا متشابهين معنا في الأوضاع، يعني الوضع المصري، الوضع السوداني، الوضع التونسي، الوضع الليبي، في تشابه كبير جدا لأسباب متعددة، مش فقط لأسباب أننا مسلمين وأننا تجمعنا أشياء كثيرة وتجمعنا العربية وبعضهم حتى فيهم أيضا أمازيغ إلى آخره، مش فقط هذا الشيء اللي يجمعنا، ولكن أيضا تجمعنا المعركة، معركة الدولة المدنية أو معركة المدنيين مع العسكريين، معركة أن العسكر الجنرالات يذهبون إلى ثكناتهم، لأن سواء نظرت في تونس، لكن خاصة تونس أيضا وإن كان حكم بوليسي، لكن إذا نظرت لليبيا أو نظرت للسودان أو نظرت لمصر أو نظرت للجزائر أو نظرت لسوريا أو نظرت لليمن، التخلف شديد والفقر شديد والأوضاع رديئة جدا، بل أن الأوضاع أنت هذه البلدان اللي ذكرتها لكم، كل البلدان هذه اللي حكمها العسكر أوضاعها بائسة جدا، بحيث أنه مع الأيام أصبحت تزداد سوءا بدل من أن تتحسن. اليوم كنت نشوف في خبر هكذا على السريع، اللحم في مصر 140 جنيه، قبل 3-4 سنوات كان يدور في 45 جنيه، تخيلوا معناها مضروب في 3.5، 140 جنيه هي كما احنا عندنا تقريبا، يعني في حدود تساوي بدراهمنا ممكن تساوي اكثر من 200 ألف او في حدود 200 ألف يعني بالسنتين. ففي مصر كما في الجزائر
هذه الأوضاع المتشابهة. وفي السودان، السودان طبعا الأسعار والتضخم راح بشكل رهيب، ومنذ سقوط بشير زادت الأمور أسوأ، لأنه ما كانش تفكير استراتيجي داخل الذين عارضوا العسكر. أصبح الوصول إلى السلطة، الدخول إلى الحكومة، إمساك بمنصب معين هو الهدف، وهذه الكارثة. العسكر إذا يجون بعد الجنرالات يقسموا المدنيين، يتخلوهم يدخلوا في الخصومات. اليوم في هذه المظاهرة اللي هي مليونية في الخرطوم، هذا أنصار حمدوك، أنصار رئيس الحكومة القائم، لكن الخميس الجاي فيه مظاهرة من المدنيين الآخرين خصومه، وممكن جدا تقع حتى اشتباكات بيناتهم. اللي تابعوني في تلك الفترة لما علقت على سقوط البشير، قلت بأن للأسف الثورة السودانية اللي قام بها الشعب السوداني سرقت، وبأنها لن تذهب بعيدا، وبأن الصراعات ستكون هناك، وبأن العسكر سيخرجون من النوافذ ويعودون من الأبواب، ومن أن التدخل الخارجي كارثة. إذا ما هي الأساسيات؟ باش نروحوا للملف الجزائري وقضايانا. الأساسيات في هذه المعارك أن يتفق ويفهم المدنيون من أي اتجاه سياسي كانوا، يساريين، يمينيين، ليبراليين، إسلاميين، علمانيين، شيوعيين، دينيين، متدينين، من أي جهة كانوا، أن التناقض هو مع العسكر، مع الجنرالات، مع الحكم العسكري. إذا وش ندير في الحالات مثل الجزائر، السودان، ومصر؟ نقوم بعملية تحييد للجنرالات وإبعادهم عن السياسة، إبعادهم عن الاقتصاد، إبعادهم عن التجارة، إرجاعهم إلى ثكناتهم، وأن يصبح الجيش مهني ولا يتدخل في السياسة تحت أي ظرف كان. لماذا لا يفكر الناس مثلا أن البريطانيين غدوة يقوموا جنرالات بريطانيا، وطبعا جنرالات بريطانيا وما لديهم من سلاح يساوي مليون مرة ما لدي السودان أو الجزائر أو مصر، أو يعني لديهم سلاح نووي بما فيها السلاح النووي عند العسكر البريطاني أو العسكر الفرنسي أو حتى العسكر الألماني ما عنده سلاح نووي. لماذا الناس ما يعتقدوش أنه ممكن يقوم انقلاب عسكري؟ لأن تم تحجيم ووضع قواعد صارمة لعدم تدخل العسكر في الشأن السياسي. كلما تدخل العسكر في السياسة، كلما خربوا السياسة وخربوا الجيش، كلما خربوا الحياة المدنية وخربوا الحياة العسكرية. أما إذا تدخلوا في البزنس أيضا مثل ما هو عندنا، فالكارثة أكبر والمصيبة أفظع وأبشع. النقطة الثانية هو لا يكون هناك خصومة بين المدنيين على من يأخذ الوزارة الفلانية أو الوزارة الفلانية أو المكان الفلاني، وأن يكون حكم بالتوافق، بالكونسنسيس، أن المدنيون يتفقوا بيناتهم أن لثلاث سنوات، ما بين ثلاثة إلى خمس سنوات في نظري، أن يتفقوا على أن يحكموا البلد مؤقتا، يعني البلد تخرج من حكم عسكري شبيه باحتلال عسكري تقريبا، وحكم عسكري مدمر وفاشل وخائب وخائن، تخرج بدل من أن يتخاصم المدنيون على المناصب فيعطوا فرصة للعسكر باش يجوا قسموا بيناتهم ويجيبوا هذا ضد هذا وهذا ضد هذا، يجيبوا اليساري ضد اليميني والإسلامي ضد العلماني والعكس صحيح، وأحيانا حتى اليساريين يقسموهم مثل ما هو في السودان مثلا. بدل ما يحدث هذاك، قل لا، الحكم يكون حكم حكومة وحدة وطنية، والحكومة تهدف إلى وضع الأسوأ. نرجع فقط للنيفو، نرجع فقط البلاد تكون تحت الهاوية كما هي بلادنا الآن، فقط نوصلوا أن الناس تقدر تأكل وتشرب وتروح للمدارس وتروح للمستشفيات دون الدخول في خصومات ايديولوجية وصراعات ايديولوجية وسياسية. يجي وقتها هذيك، معليش مش مشكل، بعد اللي عنده مشروع اجتماعي، مشروع سياسي واجتماعي، يتقدم للناس، لكن مش في الفترة الأولى. الفترة الأولى في اعتقادي يجب أن لا تجري فيها انتخابات، في اعتقادي، هذا وجهة نظري، إلا إذا طبعا الأطراف الأخرى رفضت، قالت أنا لا، احنا نروح الانتخابات، لأن الانتخابات أيضا ستقسم الناس في وقت هي جائعة، في وقت هي تعبانة، في وقت هي خارجة من الدكتاتورية، هي في وقت خارجة من الاستبداد.
إذن أفضل الحلول هي الحكم بالتوافق، وأن يهدف هذا الحكم إلى عملية استقرار، استقرار اقتصادي، استقرار سياسي، استقرار أمني، استقرار اجتماعي، إعادة بناء مؤسسات الدولة محليا ومركزيا إلى آخره. هذو النقطتين مركزيتين. أولا الخصومة ما تكونش باش ما يعاودوش العسكر ينقلبوا على المدنيين أو يستخدموهم يضربوهم بعضهم بعض. ثانيا حتى المدنيين ما يتصارعوش على السلطة أيضا باش ما يكونش هناك، حتى لا يكون هناك خصومات، بدل من أنه هذا اللي شفنا في تونس مثلا، بدل من، ولذلك في تونس لماذا كان هناك خاصة في البداية، الآن بدأت تنقص، لكن في البداية كان هناك ربما أكثر من 50%، ربما الإحصائيات مش دقيقة طبعا في هذه البلدان، ما تلقاش إحصائيات دقيقة، لكن لماذا في تونس كان يرحبوا عندما قام قيس سعيد بالانقلاب على الدستور، بالانقلاب على برلمان، قام بإغلاق البرلمان، غلق البرلمان، قال لهم روحوا لدياركم، وبدأ يعتقل في بعض منهم حتى، ويخوف في بعض منهم، والبعض منهم قال لهم عدم خروج إلى الخارج للاستيان إلى آخره. وقال خرج وقال أنا رئيس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة التشريعية، وحتى قال أنه هو القاضي الأول، يعني مسك السلطات كلها في يده. إذا كان هذا مش استبداد، ما هو الاستبداد؟ لكن لماذا رحب بعض التونسيين، ربما حتى أكثر من نصف التونسيين، بهذا الموقف؟ لماذا؟ لأنهم كان تحولت حالة البرلمان والأحزاب السياسية إلى تهريج ممل. في البداية كان تهريج، ثم أصبح تهريج ممل، ثم أصبح مش تهريج فقط، أصبح يجيب للناس يطلع للناس لا تنسيون السكر، أصبح يجيب للناس الأمراض كي يشوفوا البرلمان وين تحول. خاصة أن في سيدة هناك في البرلمان هذا، كانت هناك امرأة تقوم بعملية سب وشتم، ووصلت للكلام البذيء والضرب إلى آخره. فالناس ملت، قالوا له هذه الديمقراطية، ما خلونا من هذه الديمقراطية. إذن اللي ممكن نستفيد منها كجزائريين في هذه النقطة، وربما أخواننا اللي يسمعوا فينا حتى خارج الجزائر، في اعتقادي أنه في الفترة اللي يكون فيها الصراع مع الجنرالات، لازم ما تكونش فيها خصومات بين المدنيين من جهة، ومن جهة ثانية يجب يكون الفصل نهائي مع العسكر، بحيث أن كبار الجنرالات يتم إبعادهم، والجنرالات الآخرين يتم إفهامهم بأن مكانك هو الثكنات، حتى تهتم بالجيش، تهتم بالثكنة، تهتم بالدفاع عن البلاد، تهتم بصناعة السلاح، تهتم بالقناة بالنظريات العسكرية وبالتعليم العسكري وبأشياء كثيرة جدا تهتم بها، لأنك عند في الحالة هذه اللي معانا فيها ما مهتمين لا بالمدنيين ولا بالعسكريين، لا بالحياة الاجتماعية ولا السياسية ولا العسكرية. ومن جهة ثانية أن تكون الفترة الأولى هي فترة توافق، عندما يستقر المجتمع، عندما تهدأ النفوس، عندما تمتلئ بطون الجائعين، عندما يلبس الذين لا يجدون ما يلبسون، عندما يقرأ ويدرس ويذهب إلى المدارس الذين لا يجدون لها طريقا أو جزء لا يجد لها طريق، عندما نجد حلول لملايين الشباب الذين ليس لهم عمل، عندما في بضع سنوات إذن يكون حكم تكنوقراطي من وحدة وطنية، يعني تمثل كافة الاتجاهات الموجودة في البلاد، ولكن وفق عمل واضح، وهو رفع المستوى المعيشي والصحي والتعليمي للمجتمع، وإحداث نوع من الاستقرار، وعدم الاتيان بالقضايا الخلافية والدخول في خصومات خلافية كالخلافات اللغوية أو الخلافات عرقية أو خلافات طائفية أو خلافات اللي هي في النهاية هذه قضايا عقائد عند الناس، كل واحد يؤمن بها كما يريد. إذن عدم الذهاب في هذا، وإلا راح مش فقط يستمر حكم العسكر، يستمر حكم العسكر وتستمر الفوضى وتستمر ويستمر التنطع، التطرف، تتجه الناس إلى التطرف، ويزيد التدخل الخارجي، فالناس يقول لك بناقص منها. الوضع كان بائسا في عهد بوتفليقة، لكن هذا جاءنا الآن أصبح الوضع أشد بؤسا. الوضع كان بائسا أيام مبارك، لكن الوضع بعدين مع السيسي أصبح أبشع بكثير. في هذا جزء رئيسي
يقع على المقاومين، على المعارضين الذين ينتصرون ضد المستبد، هم المسؤولية تقع عليهم. ولو كان نرجع الآن ونجيب ما حدث في مصر وكيف كانت الخصومات ما بين الإسلاميين فيما بيناتهم أولا، والعلمانيين فيما بيناتهم، ثم الخصومات ما بين بعض الإسلاميين وبعض العلمانيين، ثم بعض الإسلاميين اللي كانوا يتعاملوا مع العسكر في الخفاء وعلمانيين يتعاملوا في الخفاء، تدخل الخارجي أدى في النهاية إلى مجيء من هو أبشع من مبارك، إلى مجيء السيسي اللي دار في مصر ما لم يفعله عسكري قبله، حاكم قبله. يعني كل مصر منذ فترة طويلة كان يحكمها الملوك وكان فيها فساد، ثم جاء عبد الناصر فكان حكما بائسا، جاء السادات حكما بائسا، مبارك حكما بائسا، أما السيسي فالحكم ليس فقط بائسا وإنما كارثي بكل المقاييس ومصيبة على المصريين بكل المقاييس. قتل منهم الآلاف، يسجن منهم عشرات الآلاف، شرد منهم مئات الآلاف، فقر وجوع منهم لا أقول الملايين وإنما عشرات الملايين. فمصر فيها ما يزيد عن 100 مليون ساكن، والآن إثيوبيا تقطع عليهم المياه، وأحوال مصر تزداد بؤسا يوما بعد يوم. كل هذا ليهمني فيه، ربما الناس يشوفوا أن يتكلم في موضوع هذا مش موضوع خارجي، صحيح بديت بموضوع خارجي كمثال، أو نعطي مرات مثال كمواضيع خارجية وإن كانوا قراب منا وأشقائنا، لكن هذا سيحدث في الجزائر أيضا. سيحدث في الجزائر إذا لم تكن هناك الطبقة المعارضة، ما نقولش الطبقة السياسية، هذه ما عندناش طبقة سياسية، هذه طبقة حزيبيات قاعدة تاكل مع العصابة، يعطولها الفتات، ومرة مرة يخرجوا واحد منهم يعيط، واحد يزيد نحاولي، واحد مانيش عارف زبروا لي القوائم إلى آخره. هذو كلام ما نتكلموش عليه، ما عندناش طبقة سياسية، إنما الطبقة المقاومة، الطبقة المعارضة، الشعب الحر، دولة مدنية مش عسكرية، هؤلاء يجب أن يفهموا جيدا أن يجدوا توافقات من الآن، وخاصة عندما يسقط هذا النظام العسكري، لأنه سيسقط حتماً.